مرحبا مرة أخرى بكم في فيديو جديد. هذه المرة سنعطي أمثلة تخص لوغيستر كورون مأخوذ من لابوات أميرفي. كيلكوز إكزامبل كون فا إكسبوزي كونسيرنون لوغيستر كورون دو لابوات أميرفي. Cet exemple est un dialogue entre Sidi Mohamed et Lalla Zoubida, sa mère, concernant les vêtements de la fête. هذا الحوار دار ما بين الام ديال ما بين سيدي محمد الام ديالو الزبيده حول اللبسه اللي غيلبسها سيدي محمد في العيد. دونك غنشوفوا هذا المثال هذا علاش هو تعبر او الناراتور عبر بواحد الروجيستر كورون. شنو هي المؤشرات اللي كتدل على ان هذا لو ديالوغ دقال في واحد الروجيستر كورون؟ الوغ الى رجعتوا لا فيديو اللي شرحت لكم فيها لي روجيستر دو لونغ غتلقاو المؤشرات اللي كتدل على كل روجيستر. اذا هنا شنو هما المؤشرات اللي قلنا على لو روجيستر كورون؟ هو انه كيستعمل لغه صحيحه، لغه سهله تعرفها كلشي، وبالنسبه للغرامير تيحترمها، كيحترم القواعد، تيحترم كذلك النطق ديال الكلمات، ما كيمسحش شي جزء من الكلمه، ما كيمسحش شي حرف، ما كيحذفش شي حرف كما تيوقع في لوغيستر فاميلي، وتيكون مفهوم. دونك حنا نشوفوا هاد المعايير واش عندنا هنا. لا بروميير ريبليك است كو جوري اون شوميز نوف. دونك هنا جمله باينه، ما كاينش شي كلمه ممسوحه. شوميز كيعرفها كلشي، نوف كيعرفها كلشي. جوري هنا كيستعمل الاستعمال الزمان في محله، تيقول واش غادي تكون عندي شوميز واحد الكسوه واحد اللبسه جديده. فوالا، حتى في طريقه طرح السؤال، حيت قلت لكم بالنسبه لطريقه طرح السؤال كتكون بثلاثه الطرق، اما في واحد لوجيستر فاميلي وكان السؤال كيتطرح بدون استعمال اسكو وبدون انفيرسيون دو سوجي. مثلا شي واحد مثلا تنقول ليه ونسولو واش هو جاي من الرباط، مثلا اش غادي نقول ليه في لوجيستر فاميلي؟ غادي نقول ليه تي فيان دو رابا، tu viens de Rabat. لاحظوا ما استعملش اسكو وما درتش لانفيرسيون سوجي، درت غير بوان دانتيروغاسيون في الاخر. tu viens de Rabat، هادي روجيستر فاميلي. في روجيستر كورون غادي نقول اسكو tu viens de Rabat، بحال الشكل اللي عندي هنايا. اسكو جوري اون شوميز، فوايي استعملت اسكو. دونك في روجيستر فاميلي غنقول اسكو tu viens de Rabat. في روجيستر سوتونو غادي ندير لانفيرسيون سوجي وغادي نقول viens tu دو رابا. شوفوا قلبت درت الفيرب هو الاول، عاد درت السوجي اللي هو تي، درت فيان عاد تو. فيان تو دو رابا، دونك هنا استعملت لانفيرسيون سوجي وهذا لو روجيستر سوتونو. هنا في هذا ليكزومبل ما عنديش هادشي، عندي اسكو اللي هي كتعبر على لو روجيستر كورون. فراس ثانيه تو اورا اون شوميز نوف. هنا لالا زبيده ملي جاوباتو ما قالتش شي كلام تيطيح من القيمه تجي واحد، ما مسحتش شي حرف، قالت كلام سهل ومفهوم واستعملت الفيتور اللي هو استعمال صحيح ديالو. ايه غادي يكون عندك واحد الشوميز نوف. اسكو جو بورتوري ان جيلي افيك دي سوتاش. لاحظوا معايا كيعاود يستعمل اسكو، ياك، واستعمل الفيتور كيف ما استعملته لالا زبيده هنا وكيف ما استعمله هو في لا بروميير فراز هنا. اسكو جو بورتوري ان جيلي، دونك فوايي استعمل اسكو بورتوري، واش غادي نلبس هذاك الجيلي. دونك الجيلي ما كاينش لي واحد ما تيعرفهاش. افيك دي سوتاش، سوتاش هادي راه هي كلمه كورونت اللي بحثنا فيها، راه ماشي شي حاجه صعيبه. سوتاش هو هذاك الزواقات اللي تيكونوا لاصقين في الكسوه في اللبسه، غالبا تيكونوا عند العيالات، تيكون بحال نوع ديال الطرز وتيكون داك الطرز واضح وباين، يعني كيكون الحروف ديالو باينين. بعض المرات يقدر يكون سو فورم ديال واحد الصماطي تيكونوا لاصقين في شي كسوه تيتسموا لي سوتاش. دونك تقول واش غادي نلبس داك الجيلي اللي فيه سوتاش. ابري اون تو بورتورا ان جيلي افيك دي سوتاش، ايه غادي تلبس الجيلي افيك دي سوتاش. دونك فوايي حتى هي كتستعمل لغه صحيحه بكلمات بسيطه ومفهومه. الفراز اللي ابري اون اسكو جو ميتري ما جلابه بلونش، ميم شوز، عندي اسكو وعندي الفيتور في بلاصتو. دونك هما ديما تيستعمل المستقبل الفيتور. علاش؟ حيت هو غادي يلبس هاد اللبسه في العيد اللي جاي اللي قريب. اسكو جو ميتري ما جلابه بلونش، بيان سور جلابه كلشي كيفهمها. كو تو ارونجي دون لو كوفر، هذيك اللي درتي ليا واللي جمعتي ليا اللي طويتيها في الكوفر،
دونك شتي عندي دي فراز سامبل واضحين مفهومين. غير هما الله يرضي عليكم واحد الملاحظه مهمه، هذه المساله ديال لي روجيستر دو لونغ هي راه ماشي سهله في الحقيقه. علاش؟ حيت خصوصا ما بين فاميلي وكورون، حيت كاين واحد الخطوط رقيقه وكاين واحد الحدود رقيقه غير واضحه جدا ما بين كورون وسيرتو الكورون الفاميلي. ابار هادشي اللي قلت لكم، راه ما كاينش شي واحد يقول لكم كيفاش تميزوا ما بيناتهم، ابار انه الفاميلي ما كتكونش فيه اسكو، ما كتكونش فيه لافيرسيون سوجي، وكيكون فيه تيكون تيمسح الكلمات وما كيحترمش قواعد اللغه، وفي الكورون تيحترم قواعد اللغه وتيكون فيه كلمات بساطين وكيستعمل اسكو. هادشي اللي كاين ما بين كورون وفاميلي. سو تونو تيكون كيخدم لي فيغور دو ستيل بزاف، وتيخدم لافيرسيون سوجي، وتيخدم باسي سامبل بزاف. من غير هادشي راه ما كاينش شي حاجه اللي ممكن نفرقوا بيناتهم. تيبقى المستوى ديال التلميذ او ديال الشخص اللي كيقرا يقدر يميز ما بين اين كورون، سورتو الا كان عنده ثقافه فرنسيه. للاسف حنا ما عندناش ثقافه فرنسيه، دونك تيبقى هادشي اللي عطيتكم هو الحل الوحيد باش نعرفوا نميزوا على الاقل ولو بواحد النسبه، ماشي 100%، ولكن غادي يكون عندنا حظوظ كبيره اننا نميزوا ما بيناتهم. Notre science touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. أعزائي المتتبعين، إذا كانت لديكم أي أسئلة، لا تترددوا في طرحها في التعليقات. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir les nouvelles leçons.